السلام عليكم. انا بغيت نعرف واحد الحاجه، علاش بعض الدراكيين اللي كيبغيو يعمروا المخالفات الناس كينوضوا كيعتمدوا على هذا الدليل المراقبه الطرقيه ديال 5205؟ خص الناس يعرفوا بان راه كاينين بعض الدراكيين كيهزوا هذا الدليل المراقبه الطرقيه وكيعمروا واحد المخالفه اللي شفتها دابا وغنبارطاجيها معكم، وكنتمنى انكم حتى نتوما تبارطاجيوها باش ما كاينش شي دراكي انه يوقفك ويحرر لك هذه المخالفه اللي هي مخالفه تعسفيه. اول حاجه مخالفه تعسفيه، وثاني حاجة عاود مخالفة كتبقى معلقة. الناس اللي عندهم بيرمي بي كيسوقوا الهوندا، كيسوقوا البيكو، كيسوقوا فارغونيتات، يعني 207 310 او لا بصين في بي، راه ماشي مفروض عليهم انهم يعلقوا دوك الاقراص اللور ديال تحديد السرعة. وبلا شك ان الناس عارفين على من كنتك، ولكن اللي بغيت نوضح ان المادة 22 من المرسوم التطبيقي 2/10/420 راه كتقول شكون هما اللي مفروض عليهم انهم يعلقوا دوك الاقراص ديال تحديد السرعه في المؤخر ديال العربه. كاينين فيها ثلاثه الفقرات. الا جينا نهزوا هذه الماده 22 ونتكلموا على شكون اللي مفروض عليهم انهم يعلقوا هاد الاقراص ديال تحديد السرعه في المؤخر ديال العربه، غادي نلقاو بان اللي فايت الوزن ديالو 3 طن هما اللي مفروض عليهم انهم يعلقوا هاد الاقراص. وكذلك الناس عاود كذلك اللي كاينه في الفقره الثالثه ديال الناس اللي عندهم رخصه سياقه جديده، وكذلك العربات ديال نقل البضائع اللي كيفوت الوزن ديالها 10000 كيلوغرام. ولكن جينا للخط الاخراني لقينا بان الابعاد والخصائص والتقنيات ديال هاد الاقراص هادو كيفاش غادي يحطوهم، واش ديال الميكا، واش يحطوهم على شكل افقي او لا عمودي او لا كذا، راه مازال لحد الان مازال ما خرجش واحد القرار من وزير التجهيز والنقل. لذا منين مازال ما خرج واحد القرار ديال وزير التجهيز والنقل كيفاش نوضعوا هاد الاقراص، يعني مول 90 فين غادي يحطها، واش في الدجاج ولا اولا دوك الناس اللي فايت الوزن ديالهم 10000 كيلوغرام واش يحطهم على شكل افقي يعني مستفين اولا على شكل عمودي يعني وحده فوق وحده وفوق وحده، وكيفاش السمك ديال ديك القرص، واش من القصدير، واش من البلاستيك، واش كاين اللي كيديروا دوك ديال ايباد، كل واحد وكيفاش كيحطهم. انا بالنسبه لي ان هذه المخالفه بما ان مازال ما خرجش واحد القرار من وزير التجهيز والنقل يشرح لنا كيفاش الوضعيات ديالهم وفين غادي نحطوهم، واش اليمين ولا اليسار، واش الفوق ولا التحت، والابعاد ديال هاد الاقراص، كنظن بان هذه مخالفه كتبقى مخالفه تعسفيه ومخالفه كتبقى معلقه. واخا كاينه في دليل المراقبه الطرقيه، وهذا هو الاشكال، هما ملي كيمشيو وكيهزوا هاد دليل المراقبه الطرقيه القانون 5205 ويهزوا الرمز ديالها ويعمروا لك مخالفه. لذا كنتمنى من عبد الله ان حتى الرساله ديالي توصل للمواطنين وكذلك رجال الدرك الملكي انهم يوازنوا ما بين القرار واش خرج ولا ما خرج. الا خرج راه غادي يتوصلوا به الناس وغادي يقولوا او دير خرج واحد القرار كيقول ها كيفاش نحطوا هاد الاقراص، منوع علينا نحطوهم بالنسبه للناس اللي شدوا بيرمي جديد، منوع علينا ان نحطوهم في الزاج، نحطوهم في المؤخر ديال العربه، واش على شكل افقي، واش على شكل عمودي، وزيد وزيد وزيد.